بالقاعة مال ملعب الشعب. أنا بتصوري هذا كان عرس كروي بأكمله، لأنه الرواد اللي أنت ما شايفهم طول حياتك في كل الألعاب التقيت بيهم وين؟ بهذا اليوم اللي انجمعنا، يوم اللي انطرح القانون. تحياتنا للأخت ثريا نجم عضوة البرلمان اللي هي صاحبة اليد الطولة بإصدار هذا القرار. كانت عندها مقولة تقول لي إياها، تقول لي أستاذ خلف أنا مرت بحياتي لحظات فرح، يوم زواجي ويوم جاني زيد أول واحد للدنيا ويوم اللي ناقشت بها الدكتورة، قلت لي والله يوم اللي عشت هذا القانون من طلع هذا الوقر هاي الفرحة تعادل ذني ثلاثة. ليش؟ لأنه شفت الابتسامة هاي الآلاف اللي موجودة بالقاعة اللي كلهم محتاجين هذا الـ هذا الـ هذا الدعم. بالنتيجة احنا شنو اللي محتاجينه؟ هي لحظة اقول انا مثلا، خلينا نقول كل اتحاد من، وهاي رسالة لكل الاتحادات مني، لو اتحاد كرة القدم او السلة او اليد او الطائرة او الملاكمة او المصارعة او السحو ميدا، ايش قد عندكم رواد مدربين بعتهم احياء؟ في كل عام اسوي حفل ادعو بي واكرم هؤلاء الرواد في كل لعبة، خلينا ننجمع حتى نعرف بعضنا هذا ايش عنده من مرض، هذا ايش عنده من مشكلة، نقعد وجبة غداء وجبة عشاء، يعني خليني اقلدك وسام اشتري من حافظ القاضي ب10,000 ولا بسكيات معنوي افتهم علي شلون؟ خلينا نلتقي مع بعضنا على مدى يوم يومين ثلاثة وما راح تكلف شيء، وهذه تقرب منين؟ من روابط وصداقات الناس، حتى هاي احنا ما نعرف نسويها. طيب الرسالة الأخرى.